واحد بيحكي: امبارح الساعة 12 بالليل وانا راجع من الشغل، بعد ما وصلت البيت افتكرت ان مفيش اكل في البيت، فدخلت الشقة وسبت الشنطة ونزلت تاني عشان اجيب اكل. وصلت عند البقال لقيت واحد كبير في السن ومعاه ولد صغير. الولد الصغير عمال بيزعق معاه، فسمعت الراجل بيقوله: احنا مش معانا غير 10 جنيه، هنجيب علبة جبنة وبجنيه عيش وجنيه تشتري بيك الشيبس لنفسك، والتلاتة جنيه نفطر بيهم بكرة. الولد مصمم انه ياخد ال10 جنيه كلها يشتري بيها لعبة عجباه. المهم الولد كان متضايق قوي والراجل الكبير غلبان جدا، فالراجل قال له: بكرة تجيلنا فلوس وهجيب لك اللي انت عاوزه. رد الولد وقال له: انت كل مرة بتقول لي كده ومفيش حاجة بتيجي. الأب قال له: ما تقلقش، خلي ثقتك في ربنا كبيرة انه يقدر يفرحنا ويبعت لنا فلوس. الولد ساعتها بص للراجل بصة غريبة قوي وحط ايده جنبه وقال له: طب ما تخلي انت ثقتك في ربنا كبيرة وهات ال10 جنيه اجيب اللعبة وهو هيرزقنا بعد كده. لقيت الراجل اتثبت مكانه بعد ما سمع الكلمتين دول، لكن انا كان عندي فضول شديد جدا اعرف رد الراجل هيكون ايه على الولد. قام خده من ايده وبابتسامة حلوة كده وقال له: انت عندك حق، تعالى، وراح جاب له اللعبة اللي عاوزها. الولد فتح اللعبة فوقعت منها 100 جنيه. بعد اندهاش الراجل من الفلوس اللي وقعت عرفنا ان اللعبة فيها مكسب لما تفتح المكعب اللي فيها. فالبقال ضحك وقال للراجل: الولد اللي معاك مرزق، كل العيال بتكسب حلاوة ولبان، هو الوحيد اللي كسب فلوس. ضحك الراجل وقال له: لا وانت الصادق، ده ربك اللي محبش يكسفني قدامه، اللي يرمي حموله وهمومه على ربنا مستحيل ابدا يكسفه، الوجع مهما زاد هيروح، الكرب مهما اشتد هيجيله وقت وينتهي، الحزن مهما كبر مسيره هيزول، ربك كبير قوي وبيطمنك ان بعد العسر هتشوف اليسر، عارف انك مش قادر وتعبت، بس خلي عندك ثقة كبيرة قوي في الله انه هيقويك وهيقف معاك ومش هيسيبك، خليك متفائل باللي جاي انه هيكون كله خير خير وبس ان شاء الله.